شعار لم الشمل تجسد كذلك باستعادة سوريا الشقيقة مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلت، ومما يضفي عن هذه العودة طابعاً خاص بالنسبة للشعب الجزائري كونها تأتي تزامناً مع إحياء الجزائر لذكرى مجازر 8 ماي 45. وأود أن أرحب عالياً باسترجاع سوريا لمقعدها بين أشقائها مع توجيه الشكر إلى كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت مسعى الجزائر وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة.